معنا ايضا على التليفون الاستاذ حسين هريدي، مساعد رئيس حزب العدل ومنسق عام غرفه عمليات حمله المرشح فريد زهران. اهلا بيك يا استاذ حسين. ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله حلو؟ انا كله جميل. طمنا، ايه الاخبار؟ يعني احنا على مدار ال3 ايام اللي عدوا كان عندنا 25 غرفه عمليات على مستوى 18 محافظه. حلو. كان في أول يوم الإقبال ملحوظ بشكل كبير جدا، تاني يوم كان في بداية اليوم كان ضعيف إلى حد ما، على منتصف اليوم بدأ الإقبال يزيد تاني. النهاردة كان الإقبال مرضي وجيد إلى حد كبير بالنسبة لنا. طبعا كالعادة سيدات مصر كانوا متصدرين المشهد، كان نسبة قليلة، كان في شباب بس كنا نأمل ان النسبة دي تبقى اكبر بكتير من كده، خصوصا ان الشباب هم 60% من الشعب المصري. فنتمنى الفترة الجاية يكون الشباب نصل ليه اكتر، ويعني كل الاحزاب اللي شاركوا المرة دي في عملية الانتخابات الرئاسية ننزل على الارض اكتر ونوصل للشباب اكتر ونحاول نطمنهم اكتر، علشان المرحلة الجاية الشباب يقدروا ينسجموا معانا في الحياة السياسية في مصر. هقول لك والله يا حسين، انت عارف النسبة، يعني نسبة الشباب المصري هتبان بعد نهاية الإعلان بتاع نسب المشاركة، فهيبان لنا من النسب والأعداد حجم مشاركة الشباب قد إيه. يعني أنا أتمنى زي زيك إنه الشباب يبقى مشاركتهم الأكثر اتساعا كمجرة العادة، بس أنا عندي سؤال مهم جدا ليك، باعتبارك أنك في حزب معارض وفي نفس الوقت أنت أيضا منسق عام لحملة مرشح المعارضة، إيه في وجهة نظركوا إيه السر وراء إقبال الناس على الانتخابات؟ هو حقيقة في المرة دي في تعددية، في يعني انت النهاردة بنشوف حزب العدل عامل تحالف استراتيجي مع حزب المصري الديمقراطي، مرشحين الأستاذ فريد زهران، هتلاقي الناحية الثانية دكتور حازم عمر، هتلاقي عبد المنعم يمامة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح برضه المرة دي. فالمرة دي في أكتر من مرشح، والناس حابة، دعينا الناس ان اعملوا اللي عليكم وانزلوا شاركوا في العمليه الانتخابيه وادوا واجبكم نحو الوطن. الشعب نزل، فدلوقتي ايا كان مين اللي هيكسب هيبقى عليه واجب انه يطمن الناس بيه، هنعمل ايه في سعر الدولار، هنعمل ايه في سعر السلع الغذائيه، الازمات اللي موجوده، الحروب اللي موجوده من الشرق والغرب، احنا محتاجين نطمن والناس محتاجه تطمن. يعني في مسؤوليه كبيره، الشعب بقي صدق ونزل، فاللي هيبقى رئيس الجمهوريه هيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا اتجاه الشعب ده. عظيم جدا، انا بشكرك جدا 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 حسين هريدي، الاستاذ حسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل ومنسق عام غرفه عمليات حمله المرشح السيد فريد زهران.